هذه متاع عصابة، عصابة نهب وسراق. أول ما يبدأها كجوهر بن مبارك، من أنا تاريخ عنده، ما عندهاش تاريخ، تاريخ لا تاريخ له، الآخر لا تاريخ له، محمد عبده مولى، وقت نقول هب وهب مع محمد عبده، أنا نزلت مأزم، أنا عملت ضرب رجوع أنا فيه، أنا الإخوان جاية سكلتهم عندي، ودرتهم عندهم وحملاهم، أنا مولد الديمقراطيين، جماعة أحمد المسيري. 17 محامي يدافع عليهم، وبعد ذلك لوحونا جوعوا الشعب، فقروا الشعب، ولا الشعب في المعنى يطلب يساس في تشوفهم في كل مكان، وهذولا في المعنى يتمزقوا علينا بالكذب، وعصابة خونة، عصابة كذاب، وعصابة وهذه اللي باع بطنة باع وطنة للمرزوقي، ونقول للمرزوقي يلزم يحكموه، واحنا طالبين محاكمته والنضال والنضال.